تندنس بلس. اليوم في تندنس بلس باش نحكيو على لي تانتور الموضه نتاع السنه، وهكا نجمو نبدلو اللوك نتاعنا ونبداو الجيمائيين ندخلو العام الجديد باللوك الجديد وألا مود زاده. دونك باش نعرفو مع بعضنا توا شنو الالوان الموضه نتاع شعر السنه. ديجا عندنا برشا شويه كولور، نبداو مع بعضنا بكولور بلون، نرقاو البلون ديغرادي، البلون شود، البلون كلير، يطلع على لون البشره الفاتحه والسمراء. الكولور هذه زاده تضوي الوجه نتاعنا ونجمو نعملوها في الصيف والشتاء. ونرقاو زاده لي غوفلي كويفري، يعطيونا ويزيدونا اشراق لوجهنا ونظارة. زيدا كولور شاتان، بلوزيور دوغري في الكولور شاتان، كيما الشاتان بلون، شاتان ميل، شاتان كلير وشاتان دوغري. يطلع على الوان هذوما على البشرة، على الالوان نتاع البشرة الكل، كو سوسوا فاتحة والا غامقة. زيدا نلقاو سني الكولور برون والغوفلي نتاع الكولور برون زيدا والكولور برون ناتوريل. نلقاو زيدا معانا سني شوفو غري très tendance سنة، ونقاو لي شوفو بلون يقعدوا معانا سنة. ديجا هما لقيناهم عاملين معانا ويقعدوا لي شوفو بلون توندونس سنة. معانا حاجه جديده سنة اللي هما لو رو روزي والا بلون فريز. هذوما كل كولور روز موضه سنة للمراه اللي تتجرأ تعملهم بطبيعه، واللي تحب تعمل حاجه ديفيرونت وحاجه مزيانه والا مود. نلقاو زيد لي كولور امبري معانا سنة يقعدوا توندونس، ولي ميش كلير كما شفنا ثم برشا شويه كولور في الشعر، وكل مرأة تختار حسب لون بشرتها أو حسب الحاجة اللي تطلع عليها. وهذه كانت تندنس بلس لليوم. تندنس بلس. أسوس بيو. اليوم في أسوس بيو باش نعطيكم وصفات طبيعية باش نرجعوا النظارة والإشراق لبشرتنا، والتفتيح زادة البشرة باش نفتحوا بشرتنا. أول وصفة للتفتيح وتبييض البشرة، المكونات: مغرفة عسل كبيرة، ثلاثة مغارف زيت اللوز، مغرفة كبيرة حليب بودر، ثلاثة قطرات من عصير الليمون. نخلطوا المكونات بالباهي اللي نتحصلوا على خليط مجانس، نحطوا الماسك على وجوهنا لمدة 15 مينوت. نجموا نعملوا الوصفة هذه حتى مرتين في الجمعة باش نلقاو ريزولتا مزيانة لتفتيح البشرة. الوصفة الثانية: ماسك القهوة زادة للتفتيح والنظارة. الماسك هذا مزيان برشا، نجمو المكونات هو مغرفة كبيرة قهوة، مغرفة صغيرة زيت زيتونة. نخلطو المكونات مليح، نحطو الماسك على وجهنا لمدة 10 مينوت، وبعد نعملو بيه مساج هكي للبو متاعنا ونشلو بالماء الفاتر. نمشيو توا مع بعضنا للوصفة الثالثة لشد البشرة. ناخدو أبيض عظمة، مغرفة كبيرة عسل، مغرفة صغيرة زيت زيتونة. نخلطو المكونات ونحطو الماسك 10 مينوت على وجهنا. بعد ما يشيح الماسك نغسلوه بالماء البارد. ولتبييض البشرة الوصفة الرابعة، ناخدو مغرفة فارينة ومغرفة صغيرة ماء ورد مع مغرفة صغيرة زيت اللوز الحلو، نص كعبة برتقال ومغرفة نشي، ونزيدو بشوي بشوي الحليب لنتحصلوا على خليط متجانس. نحطوا الخليط 10 مينوت، وبعد نغسلوا وجوهنا بالماء البارد. اي توا جربوا لي ماسك اللي عطيتهم لكم هذوم، ساهلين وما ياخذوش وقت، ويرجعوا النظاره والاشراقه لبشرتنا. وهذه كانت استوس بيو لليوم. استوس بيو. استوس مات. اكيد كل واحده فينا تحب تبدا عام جديد مزينه وفرحانه بروحها. دونك اليوم باش نحكيو شنو اللبسه اللي نلبسوها ليله راس العام، ميم حتى كي نبداو في الدار مش نخرجين والا نعملوا سهريه هكا. لما هيك علاش بعد العشاء بعد ما نحضروا طاولتنا وكل نعطيو وقت رواحنا ونحطوا الحطه. نبداو بالغوب، ثم برشا شوا دي غوب نجمو نلبسوهم. الغوب مثلا تبدا دان ميني اون نوار اون روج، لي غوب تكستوري سني موضه برشا لي غوب تكستوري اللي كول نتاعهم والا لي مانش يبداو افيك بلوم، والا زيد نلقاو لي غوب مولونت، لي غوب بايتي زيد توندونس ونجمو نلبسوهم لي تراس العام وتبدا هكا شيكو مزيانه، لي غوب ايفازي ميني والا زيد لي غوب لونغ. نجمو نلبسو زيد انصامبل، يبدا بونتالون مزيان كو سوسوا نوار روج روج بريك زيد الفير الكاميل اللي مزيان، ونختارو معاهم توب والا بول يبدا مزيان هكا ساتان حاجه مزيانه، نكسرو بها الكولور كو سوسوا في النوار والا نيود، والا نلبسو حاجه من الفوق كولوري ومن لوطا نلبسو كولور اونيك كيما النوار والا البلون كاسي. ونجمو زيد نلبسو شورت والا جوب ومعاهم توب والا تيشيرت باش تبدا لبستنا هكايا سبور شيك ومزيانه. دونك كل وحده تلبس الحاجه اللي ترتاح فيها واللي تعرفها تواتيها زيده، واي حاجه تلبسها راهي تطلع عليك مزيانه خاطر انت مزيانه في عينيك وفي عينين الناس اللي تحبك. وهذه كانت استوس مود لليوم. استوس مود.